ليش التعديل في هذا التوقيت؟ البرلمانيين وين؟ انتظرنا 20 سنة يلا نقدر نعدل القانون بهذا السوء اللي حضرتك قاعدة تتحدثين عنه؟ لا هذه مو الجديدة، يعني بالألفين من الألف مثل ما ذكرت بالبداية من 2004 القرار 137 برايمر استخدم حق الفيتو ضده. بالألفين وأربعتعش أيضا كان هناك مقترح المشروع القانون الجعفري اللي قدمه حزب الفضيلة. في عام 2017 قدمت كتلة المواطن أيضا قانون تعديل أحوال الشخصية. زين. في عام 2019 النائب باللجنة القانونية حسين العقابي أيضا قدم مقترح لتعديل القانون. إحنا كحملة وطنية أيضا قدمنا بال 2019 تعديل مجرد مادة واحدة اللي هي مادة 57 أحكام الحضانة. ادخلت السفيرة البريطانية بعد القراءة الأولى وقالت إحنا ما نقبل أنه يتعدل القانون.